بدي له لا تفزع يا لبنان، الله ما بيرزق بحجار، الله بيحاسب الإنسان يا بالجنة يا بالنار. الشيطان الشيطان بيخلق خوان والله بيخلق له ثوار. جيشي من الله محروس، بتحية بتخبط عالروس، ولبنان بيمشي مرصوص لما بتطلب يا جبار. لا تفزع يا لبنان، الله ما بيرشق بحجار. أمان 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 أمان. بدي تخبرني يا خي شو صاير بالإنساني، كل يوم بسمع خبري اللي شو عم بتشوف، ما بسمع إلا أخبار عن قتل وحرب ودمار، عم فكر فيها ومحتار. خبرني شو عم بتشوف، شو بدك تشوف؟ روح بدك تشوف الإجرام والنسيو كلمة حرام، ولا الطفل اللي عم بينام بأصعب ظروف؟ بدك تشوف الإجرام والنسيو كلمة حرام، ولا الطفل اللي عم بينام بأصعب ظروف؟ لي يا خي شو بدك تشوف؟ على زقفتكم. ايوه بسمع ناس عم بتعاني عن أطفال جوعان، وين العرب الإنساني قلن بزيادة؟ نسيوا الحرب السورية العراقية اليمني، نسيوا القدس الآبي. وبقانا 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 الإبادة. شو بدك تشوف؟ تشوف ابن الشهيد اللي عم يسأل أمه عن بيو بالعيد كيف انهدر دمه؟ تشوف ابن الشهيد اللي عم يسأل أمه هدر دمه، ولا الأم المقهورة عم تبكي مكسورة، مش باقي غير صورة عن ابنها المخطوف. قال لي يا خي شو بدك تشوف؟ اسمعني يا أطيب إنسان، اسمعني يا رفيق الدرب، وحياتك مش انتو العميان، هني عميان القلب.